طريقة الوصول لازم تاخذ مركب، تاخذ أغراضك تحطون لك إياها بالمركب. الفندق هذا هو اسمه بن بن الفندق، أحلى طلع له فيو. هذا معبد الفيلة. المرسى اللي راح توقفون فيه هذا المرسى يسمونه مرسى معبد الفيلة. تنزل تروح عشان تروح المعبد أو لا، أو ياخذونك ويودونك الفندق. هذا الفندق. وصلنا المرسى. حتى هذول ترى يتأجرون. اليومية هذه ب6 دنانير، وهذا الفندق الليل مالته 70 دينار كويتي. الحمد لله وصلنا. شوف ريسبشن. السلام عليكم. شيء من الله. هذه أجمل فيو في أسوان. شوف. يس. أجمل فيو تحصلونه في أسوان الفندق بن بن. غرفة كم؟ 404. أفضل فيو. شوف الحمام نفسه. شوف الفيو، خصوصية تامة. 404. انبسط، ما في أحد حواليك. هذه حق العرب، تستاهل. أسعد الله مساكم ويا هلا فيكم من أسوان، نهاية أسوان. الفندق بن بن هذا لا يعلى عليه. هذا على فيو، حتى الوردة مناسينها، حتى تفاصيل الشغلات كلها ما تبين. أحلى فيو تشوفونه بحياتكم حتى بسنترين ما تحصلها. تطلع فوق الجبل على قمة الجبل، وايد تروح تاخذ، انا اقول لكم غرفة 404 وايد قدام. شوف استاذ، لا شنو اطل، مو بس كذي يعني. شوف 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 البلكونة مالتي، شوف الواي، شوف الاخيار، المراكب كذي ما تدري ايش سبب. فندق ما نسى شيء. صراحة الجو الحلو هذي والهدوء التام.
نتريق ونصور لكم الافطار. في ناس من الحين قاعد تطلع قاعد تجي والله. هني الاسبا، هذا الاسبا الحين بوريكم اياه. كتصميم الفندق لا يعلى عليه، خطير. هني احلى طلة الفيو، نصور الاسبا بعدين نروح وياكم. أجمل فيو راح تشوفونه في أسوان. إحنا رايحين نتريق هذا الإسبا تحت النزلة. فندق كتصميمه المهندس اللي مسويه اسمه حاتم وشريك بالمشروع اكثر من شخص. هني الصعدة فوق حق أعلى قمة، وهني يوديك الإسبا بغرفتنا يمين الإسبا شمال. شوف الجمال، شوف الإطلالات. اسعد الله صباحكم ويا هلا فيكم من اسوان وجمال اسوان. حبايبي اي واحد حاب يجرب هذا الفندق اعتمدوه، ليلتين وايد حلو، تستانسون تنبسطون مع بريكفاست. التوصيل رايح غاد من عندهم مجانا بالبوت، عندهم من مينا هيسه اللي هو معبد الفيل الى هني. طول اليوم عندهم مفتوح، تفتوح وسط البلد، تفتوح يسمونه، راح تاخذ من هناك او ما توصل المرسى معبد الفيل راح ياخذونك بتاكسي، انت تدفع فلوسه راح تروح وسط البلد كيفك. بس في مشكله هني الفندق ياخذ بالدولار، اذا تبي توصلك بيوصلك الفندق من المطار او بيجيك المطار وايد غالي. انا اقول لك تعال انت من الاقصر تيجي هني بتاكسي ب 1500 جنيه سياره، اذا بتروح بميكروباص ويعطيك تصريح تاخذ انت ب 2000 جنيه على الشخص الواحد. تاخذ لك تاكسي ملاكي تتفق مع انت مو راح يرجعك البوت الى المينا هيسه، مينا هيسه راح تتفق مع تاكسي او تتفق مع اي واحد انت رايح وسط البلد عند سوفوتيل الفندق عند نوفوتيل هناك هناك راح تتفق راح تلاقي تكاسي وايد. فيا جماعه تقول لهم انا عايز اروح الاقصر بكره الساعه كذا عند مينا هيسه، فتاخذ تليفونه المصري وتكلمه وياه بالواتساب راح يقول لك السعر. رنت السياره 1500 جنيه الى 2000 جنيه، فاتمتع رايح غاد باي وقت بسلاسه. هذا الافطار معكم ترتيب وايد حلو.
شوفوا يا جماعة ليش أنا أقول لكم أن واحد يأخذ لازم ليلتين، ليلتين عشان يصير ركود للجسم، ريلاكس جسمك يرتاح. تأخذ يوم واحد اركض اركض هذا ما ينفع. أسوان، أسوان عندك منطقتين، في اللي هي هذه المنطقة، المنطقة اللي عند السد اسمها هيسة، في المنطقة الثانية اللي اسمها درب سهيل. المكان هناك يعني المود ماله يفرق، الفنادق هناك تفرق الشغل. هني حواليك عند السد وايد حلو، معبد الفيلة، فلما تاخذ يوم واحد ما تقدر تخلصه بيوم واحد. هني اذا انت كل يوم تقعد من الصبح تتغيك تطلع، لا سوي لك تروح حلو بالسد هذا ومعبد الفيلة، باكر تروح مرة ثانية تروح درب سهيل اللي عند صوب فنادق نوفيتيل. الاجواء هناك حلوة، البحيرة مالتها مال النيل كامل، ساعة كاملة. شوف الفيو، ثلاثمية وعشرة. شوف 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 شوف. حاليا تو طالعين من الفندق، راح نسوي تور حق الفندق الحين من الخلف، بعدين راح نروح معبد الفيلة ونضبطكم بالامور كلها. هذا منا فندق ومنا غرف على ديزاين النوبة. الحين راح ننزل ونصور. هذا فندق صغير، اطالته وايد حلوة، غرفة حمام، غرفة حمام تحت فندقنا. في استراحة فوق حلوة، في قعدة طل، بس على الأسعار ما عندي خلفية عنها. هذا البواب اللي تاخذون منها التيكت حق معبد الفيلة، نصفط الشخص ب40 جنيه. اول ما تصفط تدش هنا المعبد، تاخذ التيكت وتخش جوا. اول ما تشتري التذاكر تركب مرة ثانية وتلف الحين شمال معبد الفيلة. هذا المدخل مال المعبد، المعبد اول ما تدشون لازم تاخذون شمال بعدين تكملون.
تسوي؟ الله يسلمك. شوف الفيو وجمال الفيو اللي قاعد يشوفه. شوف الفين، شوف التراس، بس شوف التراس. احلى بلكونة طالعها. متأجر مركب في أسوان، هذه أسوان الثانية اللي عند فندق كتغت. حسن قاعدة، أجواء حلوة، الهواء يحطوا لك هالجلسة هذه تقعد كذي، أحسن جلسة. والتصوير عندك بانوراما، تشوف أسوان كلها بنادقها. ويلا نشوف. مساكم، يا اهلا فيكم. هذه اسوان الثانيه اللي كنا مساكنا فيها عند السد. الحين هذه مو السد، هذه الفولت، العاصمه اسوان. اخذ الفنادق الحلوه اللي هو عندكم سوفيتيل، وهذا موفيتيل ريزورت. هذول احسن فندقين موجودين على الجزيره. موفيتيل هو اللي على الجزيره، فالموقع مال الاستراتيجي اثنينهم حلوين، سوفيتيل موفيتيل. شوف الفيو مال الفندق. الحين بعد شوي راح نشوف غروب الشمس من الفندق من قعدة الشيشة. حاليا راح نصعد ننزل ونروح احلى قعدة بالشيشة فوق. شوف الفيو بانوراما اللي قاعد تشوفه. يعطيك العافية والله. شكرا، تسلم والله حبيبي. اسمه الجديد قلت كتراكت. انا حفرة ما يطلع وياي، انا اسميه سوفيتيل. افضل مكان تشوفون فيه غروب الشمس في اسوان فندق سوفيتيل اولد كتراكت. يعني هذه احلى قعده. هذه قعده الهايتي وايد حلوه، وقعده عند المسبح غروب الشمس لا يعلى عليه، بس الشمس ظهري مو قادر. يعني المكان وفي قهوه اللي فوق شيشه، والفيو لا يعلى عليه. انا بروح اقعد بالقهوه احسن. اجمل فيو في اسوان، لا تقول لي هذا كيف شوب. احلى شيء مع الشيشه وقعده. الهاي تي تقدرون تاخذونه هني او قدام الثاني.
الحين وقت الغروب لازم تشوفونه من البلكونه، احلى واحلى. بس الحين تلاقون العالم فوق بعض. شوف الغروب الزينه. أجمل طلة وقت الغروب. شكرين.